كبير للمنتخب الوطني التونسي. توت سويت باش يكون معنا أيمن ساسي رئيس رابطة المشجعين التونسيين في كأس العالم فيفا قطر 2022 المعتمد من الفيفا ولكن في الفار. فار أيمن مرحبا. عسلامة عسلامة مرحبا بيك مصمي مرحبا بالمستمعين دي بناتها من كل يعطيك الصحة. دونك سادق قحبيش معنا في الاستوديو وسيم الجعبيري وعرفات الحمروني. شنية الأمور شنية الأجواء في قطر وفي الدوحة وفي بيلي عندكم ايفينمون بعد شوية وانا مازال كيف بدا في سوق واقف غادي في الدوحة؟ اي توا جمهور تونسي كل قاعد يسخن كما نقول بلوك الكورة قاعدين حضرة في رواحهم نحاولوا نعملوا تجمعات على قد ما نقدروا باش الجمهور يمشي الاستاد يمشي يحافظ هكا شوية الأغاني وينجم يعاون المنتخب بصوته. الأجواء في الدوحة أجواء كوب دو موند بالذات الجماهير جي سواء العربية سواء جماهير أمريكا اللاتينية أكثر جماهير قاعدين نشوفوا فيها في الشارع. احنا جمهور تونسي أنا قاعدين نبربوا قاعدين نحضروا في رواحنا. واضح. هيا سيدي نبدأ. أيمن ساسي رئيس رابطة المشجعين التونسيين المعتمد من الفيفا في كأس العالم. أيمن نحكيه على مشجع تونسي قص بيه متاعه وخذا بطاقة هاي هذا كله حكينا فيه وكنت معنا في مداخلة في رمضان مش نقول لك دخل معنا توا نتعدي له البروسيدور الثانية. انت اليوم مشجع تونسي شنو لازمك تعمل بالضبط؟ دونك باش تقص البيه متاعك باش تطلع نهار 15 17 20 18 اللي هو نوفمبر. دونك شنو هما المراحل اللي باش تعدى بهم توا المشجع التونسي ملي ياخذ الطيارة ملي يوصل المطار في تونس كارتاج لين يوصل لمطار حمد في الدوحة لين يخرج من المطار؟ دونك البروسيدور كيفاش تكون أبار البروسيدور العادية ثم بروسيدور أخرى لخروج من غادي وغير؟ احنا ديما نحبوا نوفيوا على حاجة المشجعين التونسة اللي جايين من برا ولا اللي سواء اللي جايين من تونس رانا نحبوا ناخذوا أمخي جيناس في اللبسة التقليدية. دونك شيب شاشيك هذه أول حاجة تحطها قبل التيكي وقبل الباسبور. نجيو للبروسيدور. أول حاجة يعملها المشجع لازم يثبت اللي الهاية متاعه بطاقة هاية اللي هي ياخذها أترافير بطاقة متاع تذكرة متاع ماتش وإلا ومعاها سكنة متاع أوتيل وكل شيء. معناها لفت تكون عنده الهاية موجودة يلزم يتأكد اللي الهاية كيما الباسبور خاطر فما شكون يكتبولو اسمه برك في الهاية فما شكون يكتبولو لقب برك. دونك احنا دعوة للجماهير اللي جاية يتأكد اللي الهاية متاعه كيما الباسبور. في صورة ما الهاية ما هيش كيما الباسبور هما عملوا تحديث عندهم 4 أيام التالي ينجموا يعاود يدخل الفان ينجم يعاود يدخل الهاية متاعه ويعمل بيزاجو. هذه إتاب 1. إتاب 2 قبل ما يمشي للمطار له محتاج لبي سي آر له محتاج شهادة تطعيم موش محتاج حد شيء رجعت معناها السفر عادي للدوحة باسبوره والهاية متاعه يبدأوا موجودين عنده في يده. دوبا ما يوصل للدوحة يعمل التشيكين متاعه في المطار عادي جدا. دوبا ما يخرج بطاقة هيا موجود ديستريبيتور متاع أوبيراتور متاع اتصالات معروف هنا في الدوحة يمشي موجود بنا في تونس ديجا ميسير اي موجود بنا في تونس موجود منها في تونس يلقاه في المطار ديستريبيتور هذاك يعمل سكان للباركود بتاعه يعطيه سيم كارد يعطيه الكارد سيم فيها 2022 دقيقة وفيها أكيد 22 ميجا معناتها ما يلقاش جيشي يمشي ما يلقاش هكا الجيشي يمشي يدفع فلوس ويعمر ويمد بالباسبور لا معناتها جوست يحط الكير كود ثم باري تخرج له بيوس يعني يحط لباري يحط نمره الهيئة نتاعه ويسكاني نمره الهيئة يخرج له السيم نتاعه باسمه هو فهمت يحطها وكان عنده حد باش يتصل به ولا عنده بلاصة باش يمشي لها ما يعرفش لوكيشن ولا حاجة هذي كل هما سهلوا علاش على خطر في المطار إذا دعوة للعباد اللي قاعدة تطلع فيك من الدوحة في مطار الدوحة دونك سكروا لتاكسين للمطار الكل جوست تمشي تعمل دروب أوف أكهو معناها تهبط وكهو حتى في الباركينج معناها التسعيرة نتاع الباركينج غلات براتيكمون 75% خاطر باش ما يخليوش العباد معناها تقعد تستنى برشا. دونك هو مدابو عمل هذا البرة يحاول يوفر لك الداخل يسهل لك على الزاير نتاعك ولا الفان اللي جاي باش يخرج بسرعة. اللي عنده شكون اللي عنده شكون باش يستناه باش يعرضوا باش يوصلوا ينجم يلقاه موجود يستناه بتوجهوا لهم بنداء كبير برشا. فما برشا ناس ما تعرفش مشيت وخليت كرهبتها اكثر من ساعة جاء يلقى روحه باش يخلص مطالب باش يخلص 1000 و1600 ريال. 1600 ريال راهم مليون و400 وانسة دينار تونسي. اي دونك اللي عنده باش يجي كي دوبا ما يكلموا خاطر الدوحه ماهيش كبيره برشا كي دوبا ما يكلموا الزائر نتاعو يقول له راني وصلت ما
معناها باش نخرج وقتها هو يخرج يمشي يدخل كرهبته للمطار. اما طونكو مازال ما كلموش ما يمشيش. فهمت؟ خاطر توا ترافيك معناها ايريان كبير برشا موجود في الدوحه على المطار، ضغط كبير برشا. هما حاضرين الحق معناها حاضرين 100%، اما فما دي ميزور ياخذوا فيهم باش ينجموا يعاونوا رواحهم باش يقدموا خدمه افضل. فهمت؟ باه قلت انت ثم معناتها اكتظاظ كبير باش يكون في المطار، هذا يعطل المشجعين عند وصولهم لمطار الدوحه باش ياخذوا لي فاليز نتاعهم غيره. هو 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 مطار الدوحه مؤخرا يعني عندي ثلاث ايام اللي عملوا فيه اكستنسيون جديده. عملوا فيه اكستنسيون جديده، اكستنسيون امبيكابل محلاها. ما عندهم حتى مشكله معناها في استقبال الجماهير ولا في تحمل الضغط. اما احنا معناها من جهتنا ديما نحاولوا ندعيوا الناس، خاطر تكون عندك المعلومه والناس تتبع شنو اللي يلزم يتعمل باش ما تصيرش باش ما يصيرش التجمع والاكتظاظ ديما خير. دونك نجموا احنا نقولوا للتوانسه اللي ماشي يمشي بكري ويحط كرهبته في الباركينج ويخلص 20 ريال. هذاك شنو عمل؟ انستركسيون كوفيد. نحكيو على الكوفيد، اللي باش يوصل للدوحه يلزمو يعمل ابليكاسيون احتراز والا ما يستحقش؟ لا نعاودوا نقولوا ونعاودوا، اللي بيجي للدوحه ما هو محتاج كان باسبورو وضربوا تونس ومريول ليكيب ناسيونال وابليكاسيون هيا. وش الشاشيه بطبيعه قبل كل شيء. اي ابليكاسيون هيا هي اللي تركبوا في الترانسبور بوبليك بلاش، هي لونتري نتاعو للفان زون. فما فان زون ديدي للي عندهم هيا. اللي انا بركيتو احنا شوف عندنا جزء من تاع فان زون مع الارث والمشاريع وفان زون مع فيفا. فان زون فيفا هذيك تدخل لها بالهيا والداخل معناها اي حاجه كونسومابل تدفع فلوس. فان زون الارث والمشاريع كيف فيها فعاليات وفيها مهرجانات على مده كاس العالم، على مده شهر نتاع كاس العالم الكل. هذيك كي تبدا عندك هيا فما تيكي تاخوها تيكي رجي معناها سوم اقل. فما فان زون اخرين بريفي، خاطر فما شركات كبيره هوني وفما معناها مؤسسات كبيره جات زاده هي باش تعاون في التنظيم وتعاون في الـ في الـ في الـ معناها تحط لومبرانت نتاعها كشركه معناها ترجع شويه عارفين بالجميل للبلاد. عملت زاده هي فان زون عاملين فيها فعاليات، هذيك لونتري فيها تيوم. دونك الهيا راهي في تري امبورتون، تليفونك ديما مشارجي، الهيا نتاعك ديما في تليفونك. ماذا بينا نخليه ديما كوبي. فماش كان نسخة الإلكترونية، فما نسخة اللي تتعلق زادة اللي فما الناس اللي بعثوا لهم. اي فما نسخة اللي تتعلق، اي فما العب. شوف هو نداء زادة حتى العباد، انا ننصح ديما نقول الإلكترونيك والتكنولوجيا باهية اما ساعات تخوننا. ماذا بينا اللي فان بتاعنا كيجيو، فما مركز اسمه كيو ان سي سي، مركز قطر الوطني في 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 الدفنة، يكتب كيو ان سي سي يخرج له يمشي يطبع الهيا نتاعه في خمسة دقائق بالضبط. يمشي يدخل يلقى ناس غادي، هو سنتر كبير، سنتر تاع معارض حاطين فيه لي فاسيليتي كل الناس كل تنجم تمشي وتطبع الهيا نتاعها، يخلي حتى سوفينير معناها تقعد له. فهمت؟ باه واضح. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شكون باش يستناهم، يوصل غاديكا مش ياخذ مترو ياخذ تاكسي، شنو هما لي زابليكاسيون؟ شنو هما لي زابليكاسيون اللي صبهم؟ نحكيو على كراوا تاكسي، نحكيو على كراوا بيس، معناتها شنو تنصحهم خاصة عندهم لي بيس وعندهم الانترنت؟ انا ننصح الناس اللي جايه ما تاخذوش الاوبر نتاع المطار، خاطر الاوبر نتاع المطار عمل ماجوراسيون نتاع التعريف نتاعو وفكر حتى 35% ولا اكثر شويه وصلت. فهمت؟ معناها دوبا ما باش يخرج كيما احنا في تونس كونتور نتاع تاكسي تلقى فيه دينار، هما هذيك الماجوراسيون هذيك زادت ولات 35%. المترو راهو اسرع وانظف ومحلاه. فهمت؟ يركب في المترو يهبط في اي بقعه اخرى ومن بعد ياخذ المترو لينك. عاملين دبوس هما تركب فيهم في الهاي بلاش اسمها مترو لينك. دونك يركب في المترو لينك هذاك ويمشي ويعمل جو على روحه ويتفرها ويخدموا 24/24. يخدموا 24/24 اي خاطر راهو الطيارات اللي تخرج من تونس القطريه براتيكمون 8 غير درجين، دونك يوصلوا 3 نتاع الصباح. يوصلوا، هو كان تقبل توصل نص الليل ولا توصل ما 3 نتاع الصباح. اون كاو نقولوا احنا فما شكون تحصر امشي خذ الكروه ديما ارخص وديما معناتها تابعه الدوله. كروه بيس والاوبر ديما تقعد اخر اوبسيون. كروه بيس وكروه تاكسي ثما. اي فما كروه بيس وكروه تاكسي. واضح، هذا مهم جدا راهو للناس اللي باش تسافر ومش تمشي القطر، معناتها راهو هذوما اللي اول مره ممكن تحكي عليهم في وسائل الاعلام، راهو برشا ناس ماهيش فاهمه. والفيديو هذايا ثم حتى جروب رود تو قطر
تو بعد شويه تو يلقاوها ان شاء الله غاديك تو بارتاجيوها غادي. راه برشا ناس قاعده تتساءل هذاك علاش قاعدين نستغلوا فيك معانا ايمن باش تعطينا اكثر معلومات. نجيو لليزيفينمون تو. هذا هو دورنا احنا. باه نجيو لليزيفينمون تو. التونسي وصل غادي بيان انستالي رقد على روحه قام الصباح يا فتاح يا رزاق شنو باش يعمل؟ انتوما كجاليه تونسيه كمشجعين توانسة انت كيف كيف اليوم تمثل لجنة المشاريع والارث وتمثل الفيفا كرئيس المشجعين التونسي المعتمد من الفيفا في المونديال، شنو ينتظر في الجماهير التونسية وشنو انتظاراتكم انتوما زادة من عدد اللي باش يكون موجود في قطر؟ هو توا حاليا نجم نقول لك بالارقام معناها احنا في قطر وصلنا 38 الف تونسي على حسب اخر تحديث الجمعة الاخرانية نتاع لجنة التعداد نتاع قطر. عندنا معناها بور لو مومون واصلين اكثر من 3500 تونسي عندهم هيا اكتيف، معناها هيا موجوده عندهم ما نعرفوش شكون تجي ولا لا، ما دام وصل العمل هيا معناها باش يجي. هذوما برا من قطر 6500 البرا من قطر 6500 تونسي عندهم هيا اكتيف، معناها هيا نتاعو ابروفد غير التوانسه اللي قاعدين يستناو في الهيا. باه هذوما 6500 خارج دولة قطر وفي دولة قطر. هذوما وفي دولة قطر توا عندنا 38000 تونسي. 38000 عندهم بطاقة هيا ابروفد. لا 38000 تونسي مقيم. مقيم. المقيم ما يستحق شيء. لا يستحق. انا وصلت للرقم اللي التوانسه اللي لبرا خاطر هذوكم اكثر ناس معناها محتاجين قال دعم ومحتاجين نقعدوا ناطروا فيهم. تمشي على الاقل 20000 تونسي في قطر عنده بطاقة هيا ابروفد. والله نجم نقولوا على خاطر احنا في ماتشويتنا معناها كنشوف سولد اوت براتيكوم، معناها ماتش درمارك نلعبوا قدام شبابيك مغلقة قال الاخر معناها فهمت، ما فماش معناها فماش تكيات فما فريسين كعبة وكعبة تهبط وبالوقت ياخذوهم توانسة. ماتش فرنسا كيف كيف وانت هاك شفت الفرنسيين عاملين بايكوت وكلهم ما يحبوش يجي وكل شيء، دونك خذيتو اللي خذاو خذاوه توانسة. حتى الماتش الثاني نتاعنا ماتش معناها توانسة براتيكوم شريو تكيات الكل. توانسة شفتوهم في الكوب دراب مغرومين التوانسة اللي موجودين هوني فهمت. دونك مبدئيا قداش من مشجع تونسي في كل مباراة المعدل باش يكون حسب التقريب؟ حسب التقريب نحكيه على 35000 تونسي يكونوا موجودين عندنا حاضرين في الملعب في كل مقابلة. في كل مقابلة هذا يمثل أكثر من نسبة 50% من طاقة استيعاب الملاعب اللي تقريبا ما بين 50 و 60000. ما نحكيوش بطبيعة على استاد البيت ولا استاد اللي نتاع الاختتام التعليمية. اي نحكيو على المدينة التعليمية اللي هو 45000، اذا كان 35000 منهم تونسي معناتها تقريبا لعبة في تونس ادوميسيل لعبة. اي هذا هو اللي نحب ديما قاعدين نقولوا عليه احنا، اللي هي لها فرصة بالحق من ذهب المنتخب التونسي اللي هو قش عليه يلعب في تونس، معناها تلعب في تونس وابار هذاك معناها المشجع اللي عايش لبرا انا ما كنتش نعرفها حسيتها كي في الكوب دراب المشجع اللي عايش لبرا يشجع دوبل معناها على مشجع تونسي اللي هو عايش في تونس. شنو دوبل معناها باش يغني اكثر من اللي في تونس؟ اساسي اساسي باش يغني اكثر من اللي في تونس دوبل. والله ليه ها خاطر عرفتك الجو نتاع استاد وكل اللهفه نتاعك على بلادك فهمت عليك برشا ما شفتش الجو التونسي ما عشتوش يعطيك حافز اكثر باش تقعد تشجع 90 دقيقه. صحيح اسمعني باش نعطيك معناها نصيحه للي قلت تجيبوا شاشيه وبار لا ميم اوكازيون انت هاو تصويرتك قدامنا يعطيك الصحه لابس تريكو المنتخب مريول كما تقول انت المنتخب بربي نحينا تريكوات تاع الجمعيات حاولوا معناها لو بلوس بوسيبل اي حاولوا البلوس بوسيبل قول لهم راهو فهمتني دو بريفيرونس 30000 ولا 25000 واللي هو اللي باش يحب يلبس دو بريفيرونس حتى اكسيون عملها اعمل اون اكسيون اساي دو فير اون اكسيون دو سنسيبيليزاسيون. هذا منتخب يلم الناس الكل بربي دقيقه اساسي دقيق هذا منتخب يلم الناس الكل وهذا منتخب في فرحه وهذا منتخب باش يلعب ادوميسيل وهذا منتخب معناه باش يشجعوه نورمالمون الجاليات العربيه الاخرى نورمالمون ابار شويه انفيديا وفهمتي قال الاخر معناها نتاع شبيك انت هي موجود وني لا مي بون حاول باش يكونوا لابسين يا بالاحمر يا بالاكحل كيفك يا بالابيض ذيك التونيو العزيزه الغاليه الخضراء ذيك والله مزيانه برشا عجبتني ياسر مزيان فيها برشا ابتكار معناها بور اون فوا فما شويه انوفاسيون فهمت جمعيه الكل في العالم ديما الثيرد نتاعهم يخرج على النطاق المالوف مره هذه عملنا حاجه به دونك حاول انت بو احنا متسمين يا بالاحمر يا بالابيض سو سري اون تري 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 بيل ايماج اي كوريغرافي هومان كي راهو ستاد كله احمر وابيض فهمتني معناها فريمون تكون حاجه مزيانه برشا في بالي عندكم حاجه دون سون سيمانه احنا توا عندنا مراول فما شكون عمل مبادره نتاع ما
يعني الأول مرة يحب يوحد الجمهور التونسي كل على نفس اللون جو تونيزيا. حقيقة شجعناها احنا على الاخر في كي تعلق في الدوحة، حاولنا نخرجوا حتى في الزباغيسيون ميدياتيك بتاعنا، ولا كي نمشيو نحضروا في الاجتماعات، ولا كي تبدا فما فعالية متاع لما متاع توينسا هكا ولا حاجة، نمشيو احنا معناها اللي ديما ظاهرين في الانترفاس، نمشيو لابسين في المريض هذاك اموا باش نشجعوا الناس تنجح المبادرة متاع السيد التونسي هذا اللي عملها، وزيدا أومنتون باش نخليوهم يبعدوا شوية على مراول الجمعيات. حتى حد من نجم ينسى انتمائه للترجي ولا الفريق ولا للساقط ولا للإطوال ولا أي جمعية أخرى، أما هذا تونس شر البس مريول متاع تونس في الأخر أنت تونسي، تعمل جرينتا متاعك اللي كنت شجع بيها في الليكيب متاعك أما عملها على تونس وظافة المنتخب، وهذا مهم. ويعطيك صحة أيمن بالحق، معناتها فريمون سي تريز امبورتون الميساج هذا، أنه راهو الناس الكل معناتها شهر من زمان ننساو الأندية متاعنا، عندنا إيكيب ناسيونال إن شاء الله تقعد شهر، لأنه شهر معناتها تعمل فينا خويا نص شهر ثلاثة جماعة. هل هو احنا البارحة عملنا مبادرة قلنا اللي راهو كل تونسي ساكن في الدوحة مطالب يحط درابو نتاعو، حتى كان ما عندوش يمشي يطبعوا أتروا يطبعوا أدو يطبعوا زيرو، يعلقوا في الشباك نتاع بيتو، ويخلي نشوفوا معناها التوانسة اللي موجودين في الدوحة وينهم نحبوا نراوهم. ثم ديزيفينمون سبيسيال أيمن، أيمن راه برشا أسئلة قاعدين يوصلوني على الباج فيسبوك وحتى على الخاص، يقول لك أو نيفو دوزيام برينو اللي بوكو دو رفو، نحكيو على الأبليكاسيون هيا، برشا قاعدين يبعثونا، راه معناتها راه الناس اللي قاعدة تتبع فينا تو قاعدين حاسين أنه ثم برشا حاجات، معناتها أنتم شنو دوركم لهنا، قاعدين تتدخلوا قاعدين مع لجنة مشاريع والإرث ومع بيت القاهرة؟ هو شوف احنا حطينا أنا بيرسونيلمون حطيت نمرويا أون بوبليك، دونك أي حد عنده أي مشكلة يبعث لنا، احنا أون أسيستونس مع هيا، خاطرنا قراب هوني عندنا الهوت لاين نجم نكلموهم نشوفوا المشكلة نتاع البندنج هيا ذي شنو. فما برشا عباد صحيح عندهم هيا بندنج على accommodation ولا هاي pending for approval، معناها يا إما للسكنة قاعدين نشوفوا له في السكنة متاعه إذا هي صحيحة ولا لا، ويا إما verification متاع أمور أمنية. بالنسبة نحكيه حاجة on general، معناها صارت الجمعة الأخرانية معناها علينا منها برشا، وبرشا ناس جاها رسو، فما برشا ناس عندهم شكون ساكن في الدوحة جاء عمل لهم باريناج معناها جابهم معاه، ومن بعد كي هما جاوا يشوفوا خاطر هما يعملوا ما ينجمش يفيريفي لك على مثلا 35,000 تونسي نحي منهم 10,000 هما اللي مسكنين عباد معناها عاملين هوستنج للعباد، خاطر 10,000 كي كل واحد يهوستي 10 هذوما معناها ولينا نحكيو على 100,000، دونك هو ما ينجمش يبعث 100,000 واحد باش يفيريفيو الديار، مي شنو يعملوا؟ اربيتريغ فهمت، يجي يشوف يفيريفي الديار نتاع هذا ولا دار الشونتوناج، يجيو شافوا يلقاو اللي فما شكون ساكن في اس بلس زيرو ستيو مثلا زير ولا اس بلس ما كافيش معناها 10 من الناس وجايب 10 من الناس معناها اللي تام تاع الدار اللي ساكن فيها ما كافيش، دونك شنو عملوا؟ ولا كانسلوا له هو الهوستنج بتاعه ولا ما عادش ينجم يهوست باش ما يدخلوش بلبله في الناس اللي قاعده ديجا تستنى، وديجا كان جاها مايل بكونفيرماسيون اللي هو راهو فلان بن فلان هو باش يهوستيك وباش يسكنك، قاعدين يشوفوا في الترناتيف العبيد هذوما باش عطاوهم وقت معناها عرفت كيف نقولوا احنا سماح باش ينجم يمشي يعمل سكنه اخرى اترافير السيت اللي حاطين فيهم معناها المواقع السكن هذوما. وزاد عاطين فرصه للعبيد اللي مهوستين باش ينجم كان عنده هو حل معناها باش يجيب كونترا اخر يعمل ميزاجور للابليكاسيون تاعه ويوري اللي هو ينجم يهوستي 10 هكا. هذه حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه فما فيريفيكا معناها تشيك امني هما يعملوه سواء مع ناس معناها تتعاون مع وزاره الداخليه التونسيه